يعني عايزنا ترمخ على التزوير وسمعه تحصل في الشركه؟ يعني لو اتكلمت في الموضوع ده تاني انا هقتلك. لا ده انا هتكلم وهتكلم وهعلي صوتي وهخلي اللي بيشتري يتفرج. خد انا رايح فين؟ يبقى انت كده بقى مش عايز تعيش تاني. بس 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 ايه ده توفيق؟ ايه ده بس بس سلم عليك. ايه ده مش كده توفيق؟ مش كده ايه تحت امرك يا نسمة مايور؟ انت كنت فين؟ ايه اللي كنت فين ده؟ اصلي انت بقالي كتير ما شفتكيش. انت مش وحشه؟ انت مش عارفه غلاوتك عندي قد ايه تقالي. اوعى كده. انت برضه مصر تسيب البيت؟ حاجه من الاثنين، يا انا اعزل يا الجماعه اللي جريج اللي تحت دول يعزلوا، لكن احنا الاثنين مع بعض ما ينفعش. مايوركا ربنا يهدي يا ابني. ثم ان الانجليز وافقوا خلاص على تعييني في سلاح البحريه، يعني من الاسبوع الجاي ابقى في عرض البحر لمده اسبوع، مش فارقه بقى اذا كنت هنا ولا مش هنا. انا كان املي من بعد ما دفعت لك البدليه في الجيش ان انت تقعد جنبي، لكن معلش. ارجوك ابويا باركني، أنا الآن وسفريتي. ربنا يبارك لك. تذاكر يا فندية. هات تذاكر. تذاكر يا فندية. تذاكر 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 هاي تذاكر هاي تذاكر يا استاذ هاي تذاكر يا استاذ تذاكر هاي تذاكر يا استاذ يا استاذ ايه وصلت لحد فين؟ تذاكر تذاكر فات الست هلالة هو اللي خلاكوا سبتوا الزقازيق وجيتوا شبرا. انا ليا مصالح هنا
وعشان ارعيها لازم اجي هنا كل شويه واسيب العيال في البلد لوحديهم، وده طبعا بقى صعب دلوقتي بعد الله يرحمها ما راحت السنه. شبرا نورت يا ولاد، اهلا بيكم. اهلا بيك يا ابونا. البركه لينا يا ابونا. انا اسمي جرجس بطرس زي اسمك تمام، وخادم لماري جرجس، وكنيسة ماري جرجس هتفرح بيكم قوي وهتبقى زي بيتكم تمام. صباح الخير. صباح النور. طب يلا روح انت دلوقتي يا صمويل ونبقى نكمل مذاكرتنا بعدين. الله، ايه يا عم، احنا لسه قدامنا مذاكره كتيره والامتحانات قربت. بعدين لكل امر تحت سماوات وقت. طب ماشي، سلام. سلام يا عزيز. سلام. يلا بينا يا عزيز. يلا بينا. تعيش وتصلي يا عزيز. امينك. اجمل لحظات الانسان بيعيشها مع ربنا. ايوه فعلا. بقول لك ايه، تشرب شاي معايا؟ شاي؟ اشرب شاي. طب قوم اعمل لنا بقى كوبايتين شاي عشان تعبان. يا مجد جرجس، ولدك عزيز مش غلطان، ده جد دير يعني اختار السماء. لا غلط. ليه؟ وملوش كبير يشوره؟ يا سيدي ولدك عارف انك بتحبه ومش هتهمله يمشي في طريق الرهبنة. ادي قلتها بنفسك يا ابونا، مش هسيبه. ابوس ايدك ابويا، خلينا اكمل طريقي. بخطري ولا غصب عني؟ بخطرك طبعا. انا مش موافق. يا مجد جرجس، هم لولدك ما تحزنهوش، خليه يمشي في الطريق اللي اختاره. لا ابوس ايدك ابويا، انا خلاص اخترت اموت على العالم وعيش للمسيح. خلاص، تعيش معايا في العالم وتموت في المسيح. يا ابني ده عقاب ربنا عشان انا استخسرت فيه. استخسرت فيه ليه؟ كنت سهوله. طب وانت هتاكل ايه يا عزيز؟ قول انت. وانا هشبع، انا وفرت من مصروفي وجبت لك قلم يا عزيز. انت جايب درجات حلوه قوي. على فكره يا عزيز، انا بحبك انت وبابا وماما واخواتي قوي. يلا مش هنصلي سوا؟ انت حافظ قانون الايمان ولا حافظهولك؟ بس انا بتباع بشطارتك انت. مش اخويا. سعيد مبارك. حبه فاكهه للعيال ولبس كمان. ربنا يفرح قلبك يا رب. يسعدني بيكوا ربنا. قلت لك مليون مره
أنا ما بحبش تعمل الحكاية دي أبدا، مش عاوز أتعبك. تعبك راح يا ستي، أنت مكانك مش هنا، تعالي هنا جنبي. ده أنت بتخدم البيت كله وصعبان عليك إن أنا أخدمك؟ وأنت مخليانا نعمل حاجة أبدا؟ ما أنت بتقومي بكل حاجة. سيبينا نخدمك ولو مرة واحدة نعمل حاجة تسعدك. الحمد لله على السلامة يا أبوي. أهلا 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 يا عيون أبوك. بصي بقى، أنا جبت لك حاجة مهمة جدا وجميلة جدا، مكافأة ليك أنت. هاتي يا هيلين، هاتي دي بقى يا سيدي، هدية نجاحك. إيه رأيك يا سيدي في البدلة دي؟ يا حلوة يا بلاوة، دي آخر علاقة، تعيش وتجيب. تعيش يا حبيبي. أنا هروح أفرجها لعزيز. عزيز، ربنا يخليكم لبعض. عزيز عزيز زيزو. ايه في حاجة يا كامل؟ اتفضل. ايه دي؟ دي بدلة جديدة بابا جابها لي. طب تدهن ليه؟ ما هو انا عندي واحدة تانية ومش محتاج دي، هو استخسر وخلاص. تاني يا كامل، ما تقول لبابا ايه؟ يا سيدي ما انا وانت واحد، متبقاش نيمك. هي مش عاجباك ولا ايه؟ لا بالعكس، دي حلوه قوي. كده يبقى وحياة غلاوتك عندي مرجع. يلا يلا قيسها، ورينا هتبقى عامله عليك ازاي. الله 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 الله، ايه الحلاوه دي؟ بص شوف عزيز قد ازاي. ايه يا كامل؟ هتفضل محبوس لامتى في سجن العالم ده؟ هتعيش لامتى نفسك ومش قادر، عايز ومش ضار؟ لامتى المركبه هتفضل متسلسله في مركه الوحل؟ امتى هتفرد شراعها وتتحرك؟ يا رب نفسي افرد جناحاتي واطير لك. كامل انت عارف ابوك اكتر مني، واظن ما لحقتش تنسى اللي حصل قبل كده. انا تعبت تعبت، لازم الاجازه دي ارجع ولا واخد قرار بقى. حسمتها خلاص يا كامل؟ انا مش هقولك ارجع اللي في بالك، ولا هكون سبب في ان اعطلك، لان ربنا شايف اللي في قلبك وعارف اللي جواك. وتسابونا، انت اب احترافي مرشدي وعارف شو قلبي كويس. اسمع كلامي كويس وحطه في ودانك، إن كان سهل عليك الاختيار، الأصعب إنك تعيش اختيارك. قولي بقى، أبونا مين المتوحد قالك إيه؟ يا كامل. أيوة سبنا. أبونا مين قالك إيه؟ أبونا مين ما عرضنيش وقال لي أروح أقابل أنبا تأوفيلوس. لا يا الخير، اللي بقوله هو اللي حيمشي، اعطيله حاجته ونخلص. الله، مش كل يوم. سلام يا سيدنا. سلام يا ابني. كان ليا طلب عند نيافتك يا سيدنا. خير يا ابني؟ كنت عايز اطرح تراب عندنا في الدير. يا ابني ده البدله اللي انت لابسها يشرب منها العصفور. يعني سيدنا ده هيجي ايه جنب اللي كان فيه القديسين العظيمين مكسيموس ودوماديوس؟ دول كانوا ولاد ملوك وبعد كده بقوا جبابره في الرهبنه. طيب انت تبيت عندنا النهاردة، وبكرة اللي يعمله ربنا يكون. يا فرج! نعم يا سيدي. خد الاخ كامل. كامل يا سيدي. كامل، خد الاخ كامل خليه يبيت عندنا النهاردة، شوف له حتة يبيت فيها لغاية الصبح، ولا اقول لك بيته في الأوضة اللي تحت. الأوضة اللي تحت يا سيدنا؟ ايوه الأوضة اللي تحت. يلا نقول لك الأوضة اللي تحت. ايه شكرا يا سيدنا. الف شكر الف شكر. ايه مستغرب ليه؟ اتفضل. انت فاهم يا مخيل؟
سيدنا الأب سيوفيل عصب شديد شوية، بس لما تقرب منه يعني يتهيألي إن هو هادي طيب، مش زي ما بتسقي. اتفضل اتفضل. وبعدين هو قال لك ودي الاوضه اللي تحت، انت قعدت تماطل تاخد وتدم، ما تقول ودي له تودي له تحت، مش خسران حاجه يعني. اتفضل. استاذ كامل، استاذ كامل. ايوه استاذ فرج انا جاي. اتفضل. بس يا اخي فرج انا ما كانش قصدي ابدا، انا ضايقك. هي دي الاوضه اللي تحت؟ طيب انا متشكر قوي، تعبتك معايا، شكرا، كتر خيرك. اخي فرج يا اخو فرج. ازيك يا اخو فرج؟ ازيك يا اخو كامل؟ بس تعالى سيدنا عايزك. لا 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 بتعمل ايه؟ لا بهضب نفسي، ما يصحش يعني ادخل على سيدنا اصول وجاهه يعني. لا وجاهه ايه؟ هو عايزك زي ما انت كده. يلا تعالى. معلش ثانيه مش هضحك على مهلك. الراجل ما يصحش انا داخل على سيدنا. استنى يا اخ استنى يا اخ فرج. اتفضل اخ كامل اتفضل. سلامه سلامه سيدنا. سلام. تاخد الجواب ده كامل وتطلع على الدير تقابل الربيطه هناك، قول له انا كنت بايت عند سيدنا في العزبويه وهو هيعمل اللازم. حاضر سيدنا. حاضر سيدنا. Thank you.
تابوت مسكن للاهوت. طب عينا مسبوت يا مريم متحي. اخي كامل سامون. نعمين نعمين يا ابي. ابوك مستنيك في المضيافه. عارف يا كامل لو ابوك سمع الكلام ده هيعمل ايه؟ ايوه سابونا عارف، بس مش بايدي، محبه ربنا مالي قلبي. ايوه يا كامل، بس ده ابوك وانت ادرى مني بيه. عارف يا سابونا، ساعات كتير بحس ان انا بصراحه كده ماليش مكان هنا. كلنا مش من هنا يا كامل. بص رجليك فيها جدر ماده الارض. بس ابونا كل هدف في الحياة بيبقى له طريق، وانا حاسس ان ربنا هي طريق للسماء. كلنا اولاد السماء يا كامل، الكل مدعو، بس هي كلها طرق. اسمع يا كامل، احنا لما نقابل ابونا من المتوحد هيقول لنا نعمل ايه، وربنا يعمل لي في الخير. ها اضحك بقى، ما تكلمش. تعال يلا تعال. الكتاب المقدس يا احبائي بيقول: انظروا لنهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. بس مش معنى كده يا أولادي إن إحنا ناخد سير القديسين بكل تفاصيلها عشان نمجدهم وبس. لا لا يا حبيب أبوك، أبوكم عاوزكم تكونوا دايما قديسين. أنتوا يا شباب غاليين قوي على رب المجد يسوع المسيح، عايز كل واحد فيكم يبقى قديس ويتمثل بالقديسين. شوفوا يا حبيبي، الطبق ده فيه ورق، وكل ورقة فيها آية من الكتاب المقدس. عاوز كل واحد فيكم ياخد ورقة ويقراها ويحفظها في قلبه مش بلسانه بس. اتفضل يا أتسابونا. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أنت مبروك يا ولا. يا عاوز تعال يا كامل. مش جاي ياخدك بالدير. قبل كده خدت عزيز اخوك الموت خده مني، سامحني يا ابني. سامحني انت يا ابوي، انا بعد فراق عزيز ما قدرش استنى اكتر من كده. بصراحه انا ما اعرفش مين فينا اللي فكر في الرهبانة قبل التاني، بس اللي انا متأكد منه ان طول الوقت كان في صوت بيعلى جوايا مش قادر اسكته، صوت ربنا. الله 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 على الكلام الحلو اللي انا بسمعه اهو. الكلام ده يدل على ان كامل وعزيز الله ينيح روحه
من صلب راجل طيب بار يعرف ربنا كويس. يلا يلا يا مقدس، اعطي كامل البركه من قلبك وانت مبسوط، وانت مبسوط. يلا مبارك يا كامل. بجد يا ابوي بجد، شكرا. قولك عليا يا سيدي، كل عيد تيجي تصلي القداس هنا في الدير، وعاوز تيجي زيارة في أي وقت تعال مرحب بيك. اسمع يا ابني، قدام ربنا ومذبحه تمشي كويس في صلواتك ومطنياتك والسهر وصلواتك يا ابني، وتعيش بمحبة في وسط اخواتك وما تتكبرش عليهم. سامع يا ابني؟ اكسيوس يا ابهات. هتبات في الكنيسة لأن بكرة رسمتك. يلا يا بهات. بات واسند براسي في مطرحك، معقول يكون فاضل ساعات وإيديا تلمس مسبحك؟ العالم جوا قلبي مات وبداله عاش حلم القديم جوايا سمعك، وفي سكاتي عيني شايفة الشاروبين. شديت على دارك قلوعي ومشيت بقلبي في سكتك، هربان وجايلك بعد طلوعي، مشتاق تاخدني لدنيتك. شديت على ومشيت بقلبي في سكتك، هربان وجايلك بعد جوعي، مشتاق تاخدني لدنيتك. وقصاد عينيا عمري فات وعمري بيك رح يبتدي، وانت اللي عارف يا يسوع انا ما استاهلش محبتك. تعالى يا ابني تعالى قرب،
أنا سميتك على اسم أبونا القمص فلتقوس الكبير علشان تاخد بركته. الله يبارك في نيافتك يا سيدنا. وكمان هتسكن في القلاية بتاعته. كمان قلايته دي العز ده كله. كده تبقى بركة أبونا فلتقوس محوطات من كل ناحية. وخلي بالك اللي فات من عمرك كله كوم، واللي جاي كوم تاني. انت من النهاردة خليقة جديدة. فاهم يا ابني؟ كامل بترسم ايه؟ حلو قوي. هو في احلى منه؟ في عزيز، هو انت ممكن تزعل لو انا سبتكم؟ سيبنا؟ سيبنا يعني ايه؟ بتقول ايه؟ سيبنا تروح فين يا عزيز؟ اصل انا عايز اتراب. بجد؟ الف مبروك، الف مبروك، ده شيء رائع، ده خبر عظيم، الف مبروك. تفتكر ابوك هيوافق؟ ده لازم يوافق. ألف مبروك. يا رب قلبي من سواك عالم بحاله، أنا سبت كل الدنيا والعالم بحالي، وجيت عشان أسكن معاك جوه المكان اللي بحن إليه وروحي مرتاحاله. هو الحصن ده هيفضل متساب لحد امتى؟ هو الدين مش هيستغله في اي حاجه؟ هيستغله في ايه ده؟ ده مكان مهجور وصعب وحروب الشياطين كتير فيه قوي ومحدش هيقدر. ايه ده؟ ده ابونا فلتاوس. الظاهر انه ابتدى يزهق. هو لحق بينا على ابونا عبد الملاك. يلا غابي يا ابونا بمنى. غابي يا ابائي. بقول لك ايه يا ابونا، ابونا فلتاوس كان محتاج افتقاد منك. ليه يا ابني؟ خير؟ حصل حاجه؟ الظاهر ابنك ابتدى يفلس. يفلس؟ عارف يا ابونا الطير وهو مسافر بتبقى عينه متعلقه على ايه؟ هدف واحد بس، الوطن اللي هيسكن فيه. ايوه. ومهما شاف تحت رجليه على الارض اكل او راحه مش ممكن يغير مساره ابدا. عارف ليه؟ ايوه ليه يا ابويا عبد الملاك؟ قول عرفني. لانه مش باصص على لقمه ولا على راحه، هو عارف انه المكان اللي رايحه فيه كل ده واكتر، هيلاقي عيش، بيت يطمئن ويرتاح فيه. شايف يا ولدي الناحية دي القاهرة، الناحية دي اسكندرية، قولي تحب تروح أنهي فيهم؟ أنا مش عايز أروح هنا ولا هنا، أنا مصدقت إن أنا جيت الدير.
خليني ابويا انا اخطب، مش هعمل كده تاني، مش همشي على السور، ولو حد من الاباء اشتكى لك مني بعد كده بقطع من لحم حتت. بس ما تخليش اخرج من الدير، انا ما صدقتني ما تكرشنيش عشان خاطر الست العذراء، ما تكرشنيش من الدير عشان خاطر الست العذراء، مش عايز ارجع العالم، مش عايز ارجع العالم. ازاي يعني الصلاة تبقى بلا انقطاع، وازاي في حد يقول حاضر ويصلى وطاع، مش راجع البر نادي نعمتك لينا، ما انت قدرتنا علي غير مستطاع، محتاج أغاب يا سيد. أغاب يا ابني. طب الآن خير يا سيدنا، نفسك بعتلي خير. اقعد يا ابني، عاوز أصل العيد عدى وما شفتش أبوك يعني حضر معانا القداس، سألت عليه عرفت إنه تعبان، ما تنزل تشوفه وتقعد معاه يومين. بابويا كان حاضر معايا القداس يا سيدنا وعيد عليا، أما إذا كان قصدي يفتك يعني على عم جرجس، فأنا أفضل إن احنا نتقابل في السما أحسن. إذا تشوف في حاجة؟ كان ليا طلب عند نيافتك وغرضي ما تردنيش. قول يا ابني عاوز ايه؟ كنت عايز اسكن في القصر القديم. في الحصن؟ ايوه، دي منية حياتي يا سيدنا. بس الحصن ده مكسر، شبابيكه واقعة والبيبان مكسرة وما فيهوش حد خالص. وماله يا سيدنا؟ ما هو ربنا بيخرج من الأكل أكل اللي جا في حلاوة. أرجوك يا سيدنا اصنع معي رحمة وافي. أبع طرفك رأيه إيه؟ أبونا عمالك سألته وموافق. روح خلاص أنا موافق. روح.